تذوقت طعم عرق زوج اختي. يا عم بقول لك ايه يا عم، في ايه؟ دخلت عليه شوي. شباب لعبتنا اخلاق يا اخوان، احنا القدوه هون، الملايين بتتابعنا. سلام عليكم. ايش دخل لابس رسمي؟ ايش دخل محمد عدنان لابس رسمي؟ قبل كل شيء بسرعه اشترك في القناه الان اشترك في القناه واسلخ 300 الف لايك بسرعه الان. حلقه اليوم مختلفه تماما، بدنا نوصل 2.5 مليون قبل نهايه السنه الميلاديه هاي. اليوم عندنا حلقه تاريخيه. بتفكروا انه كل مره رح نضل نشرح ونحلل كره القدم مع شقتنا؟ اليوم رح ننزل للميدان رسميا ونلعب كره القدم. تحدي افضل حارس مرمى في التاريخ، ردوها علي ان استطعتوا. يلا يا جماعه الى الملعب، انطلقنا رسميا يا جماعه. مع انه شخصيتي واحنا الايز بنتاخر، ولكن مع ذلك انا اول الواصلين، ردوها علي ان استطعتم. شخصيتك في ايش بالضبط؟ اختبار ديسك يا جماعه، افضل اختبار في العالم للحكم على سلوكيه البشر بين اربع انماط البشر. انا DISC، بشرح لكم اياها بعدين. سلامات عزام، سلامات. ايش مالك؟ والله كان العمليه مش عارف تقريبا زحلقت كده لحاجه في الحمام. رسميا ياسين الوحيد الذي ينافسني اليوم على اللقب الافضل. ماشي باذن الله، نشوف الدنيا هتبقى عامله. صار لك فتره واقف كوره يا ياسين؟ فتره؟ ها؟ من زمان، من قبل ما يبتدعوا كورونا رجعنا رحنا جيم. لا هتخسر اليوم. لا نخسر هتخسر رسميا. في قفاز ولا معاي؟ شوف حسن، مالك انت مصاب؟ ايش دخل جاي تلعب؟ خلاص اقعد في البيت يا عم. 90% من اللاعبين السودانيين بيلعبوا هم مصابين. دور العجز. اسمع، عندي جمهور سوداني جبار، اياك تزود عليهم. إياك. حسام، مين البايسبس عنده أحلى؟ عزام، نعمل تقييم سريع. ولا ياسين؟ ده طلع منين ده؟ أنا مصاب. ياسين يفوز. حسام ورجينا الباي. لا صغير. شوف حسام، أشوف حسام. أوه والله يجي. لا بقول لك. نشوف محمد عدنان. حياكم الله يا شباب، سعدت بكم والله. بارك الله فيكم والله. بارك الله فيكم. أنا عيمن حالك. خليني أخبرك. أبو تيم. ابو تيم ايش دخل؟ ابو تيم اثنين، ايش دخل اثنين؟ ابو تيم ايش دخل؟ حلو الملعب، حبيته. او ماي جاد، واو. حاسس فيك يا عزام، حاسس فيك. عزام مستعد جاهز؟ كانت خدعه الحرب، خدعه. يا جماعة حلقة خاصة دائما وابدا يا جماعة، احنا موجودين في الاستوديو حتنحلل ونتكلم ونشرح عن لعبتنا المفضلة الجبارة المعشوقة كرة القدم. اليوم راح نلعب كرة القدم من قلب الملاعب. عندنا تحدي وبعدين عندنا مباراة. اما شو التحدي؟ تعال احكي لك. بالنسبة للتحدي، هو اسهل تحدي بالحياة شكلا، ولكن حقيقة هو صعب جدا على اللاعبين مش علي. التحدي الشاب راح يشوت علي 50 تسديدة. يا عفو الله، الشاب جاهزين كلهم بعدين بسخنوا. رسمي راح افوز عليهم 50 تسديدة. المطلوب انهم يسجلوا فيه 5. اوكي شباب، اتركوا كلكم اتركوا علي اليوم. اذا سجلت فيه 5 تسديدات وهذا حلم، هذا صعب المنال، لن يحصل رسميا. اما بالنسبه للتمرين فراح تشوفوا كيف راح اتقسم انا والشاب لفريقين وراح نلعب، وبعد التمرين راح نقيم بعضنا عبر تطبيق جرين تفاي الطاقات. راح نقيم بعضنا عبر الطاقات وكل واحد في بروفايله. انتوا جاهزين؟ انا جاهز. انطلقنا. في نهايه هذا الفيديو يا جماعه راح نعلن عن الفائزين في تحدي شهر اكتوبر. تتذكروا لما تكلمنا عن تحدي المهارات مع جرين تفاي لشهر اكتوبر؟ اليوم راح نعلن عن الفائزين. الفائز الاول يا جماعه حيكون من نصيبه ايفون 13 رسميا، والاربعه اللي من بعده راح ياخذوا كرات جباره من جرين تفاي. قبل ما نبلش التحدي الرسمي تبع ال 50 كره على محمد عدنان وبعدين نلعب مباراه، قبل كل شيء حلعب انا واحمد تحدي سريع كروس بار تشالنج ونشوف مين حيفوز. جاهز لكروس بار تشالنج؟ ايش هذا بس العرق؟ تذوقت طعم عرق زوج اختي. ما اضعفك. اوكي اوكي، بما انه انا واحمد كنا فاشلين على الاخر في تحدي العارضه، موهبتنا الكرويه فقدناها من زمان، حنلعب تحدي حلو كثير. تعمل هيك، تعال قدام، اعمل هيك، قرب قرب علي، قرب علي، هيك وهيك، تمام؟ مين بيدخلها بين رجلين الثاني؟ جاهز؟ ايش تحدي ما له علاقه بكره القدم يا عزيز. انت مؤدي عزيز، بما اننا خبره قديمه فقود تمارين الحماء. ها يلا يا شباب، كلوز ذا جيت. يلا 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 زي ما احنا. ها انت
طيب قبل كل شيء يا جماعه لازم نوثق هذا التمرين من خلال تطبيق جرينتيفاي حتى يكون كل شيء موثق من هون من الجوال من تطبيق جرينتيفاي اكبر منصه تواصل اجتماعي للاعبي كره القدم في الوطن العربي. عشان ننظم التمرين يا جماعه اول شيء بنفتح التطبيق. طبعا لازم تكون محمل التطبيق. اذا مش محمل التطبيق من هون حمله من الرابط وفي اول تعليق موجود تحت اضغط على الايقونه الحمراء واختار ابدا التمرين. ملاحظه مهمه يا جماعه، انت مش محتاج تحجز ملعب عشان تقدر تلعب تمرينك، كل اللي عليك بس انك تختار الموقع الجغرافي فقط. ادخل معلومات التمرين اللي هي العنوان والاسم والتاريخ والساعه ومده التمرين الى اخره. طبعا يا جماعه بالنسبه للسعوديه القطه اونلاين، باقي العالم قريبا. وبعدها ادعوا اللاعبين، جيبوا الشباب خلينا نكسر رؤوسهم. انا الاوان يا طبطب لمعت عيناه بالعزم انتفض. طيب يا شباب انتوا 10 في مواجهه شخص واحد، كل واحد عنده 5 تسديدات، المجموع 50 تسديده. اللي حيسجلكم راح تسجلوا، المفروض انكم راح تسجلوا على الاطلاق. اذا سجلتوا 5 او اكثر افطركم عندي رسميا. هم صفوف اليوم جمعة تعلمنا مسكرين كل المطاعم. انتم مختلفين، في من يضرب باليمين، في من يضرب باليسار، في من رجله ضعيفه، في من رجله قويه نيازه. ولكن انا لا اقول اطلق تعالوا. ايش اغلى مطعم حق الفطور؟ مطعم؟ فنادق وهيك؟ ايه نروح الدبليو او مادو. مادو هو طبعا ما راح تفوزوا على الاطلاق، هذا لن يحصل على الاطلاق. فاكيد بحري. وبدكم بحري؟ بحري وقرقير اوراق خضراء. طبعا هو معلوم يا جماعه لما تلعب في ملاعب صناعيه عشبيه صناعيه يفضل انك تحمي الكواع، الكواع والركب كذلك، لو تلعب في الطبيعي ما في مشكله ما تحطه على الاطلاق. الان يا جماعه راح ينطلق تحدي ال 50 كره راح تتسدد عليك، واخيرا منصه اليوتيوب راح تحتضن اقوى موهبه حراسه مرمى في التاريخ منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام قبل 33000 عام. اللاعب الاول عندنا اليوم عبد الله ابو ناهيه فريستايلر محترف. لا قبل ما تشوت لازم تورينا شويه فريستايل لو سمحت. يلا ضايل 49 شوطة يا شباب. انت زيد رقم 5 لعبد الله من افضل اللاعبين هون. ولا اقول مش انه عبد الله سيء، وربك عبد الجبار. انا الجبار. اضمن الفطور. اوبا با 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 زوج اختي. دخول قوي. دخول قوي لزوج اختي محمد عدنان. دخول قوي لاحمد جودة. فارق السن. اسمع كسر ايدي قبل سنتين. الله عليك. كسر ايدي قبل سنتين. اوه جاي. انا الاوان. سددت تسديدة صاروخية. كسر ايدي رسميا. احمد بضرب بخول يا ناس، احمد حاقد حقد السنين القديمة. اجيب الثلاث الباقيات والباقي عليكم. مشكلة بالكورة. ايوه بقى بلنتي هذا اسمه. حنسجلك في جرينتيفاي انك شويت. وهيك بيكون احمد خلص 5 شوتات وسجل لنا واحده. شكرا يا احمد. 40 شوته بس نسجل منهم 4، كل 10 شوتات يدخل منهم واحده بس. وبارك الله فيكم. انا اخر واحده عشان لا انا لازم يكون الامال كلها متعلقه بيا. خلاص بتدرج الالوان. لا ايه ده ايه ده ما تقولش كده. احنا انا اخر اثنين يا ابني ما تقولش كده. احمد كردي العملاق مستهين بشكلي دائما. مستهين بشكلك دائما مستهين. ليتس جو. الشباب دي بتمرنوا بيجهزوا حالهم للتمرين. شباب كل هذا خوف من محمد؟ كان فقط محمد بيستهين شكلك، الان الكل بيستهين شكلك. يا كردي انا حطيت فلوسي عليك يا كردي، رهنت البيت عليك يا كردي. كردي كم حنحط قيمك في جرينت فايت؟ كردي تسديدات وبالون خطيرات، كلهم عرضيات خطيرات لولا بيمد رجلي. محمد عدنان لا تستخدم هذا التكنيك كثير مؤذي. محمد عدنان كم الشوت باور تبع كردي في جرينت فايت؟ لحد الان 57. بس اسمع اقوى من الشوت باور تبع بوسكيتس. اخر تسديده لكردي الان. 14 تسديده حتى الان بهدف. كردي مهندس ميكانيكي يضرب بالون. عزام كم الشوت باور تبع كردي؟
ثلاثة. كم؟ من كم؟ لا من 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 أربعة. من أربعة. يلا حسام أحسن حسام أحسن. حسام رسميا خمس كرات بدون هدف، يعني رسميا حوصل لعشرين تسديدة بهدف واحد. انت الوحيد بين الجميع، اذا سجلت واحدة فقط انت الوحيد، الك عزيمتين تختار اي يوم بطلع معك لحالي وبعزمك. تفضل. حيطلع معك لحالي؟ مفروض تخاف. يلا حسام ليتس جو. جاهز للتحدي؟ تيم تيم. ايه سماك تيم؟ حسام هل انت عارف انت بتشوت يمين ولا شمال؟ انت عارف المعلومه دي ولا لا؟ حسام مربع اللي بيشوت. ها حسام ورجيني 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 عضله رجلك. ارفع ارفع ورجيني. الله روبرتو كارلوس. عفو الله والله فاجأني يا جماعه. هذا حسام اللي قبل سنتين طلع معي في عده تحديات، تتذكروا حلقات العقاب اللي كان هيك. هذا مثال للاصرار والتحدي. خذوه مثال، تواصلوا معه على الخاص قولوا له كيف صار جسمك هيك. لا ما احتاج انا اصلا وسطك. تعرف يا حسام انا اخشى انك تضرب بوز. وعلى فكره البوز مش عيب. رونالدو وصل البرازيل لنهائي 2002 بكره بوز، ثمان مرات شوت ريتشبر حاسب تركي بوز 1-0 في سايتاما. ما بتعرف له قسم، لما بتعرف له بلا انت ما بتعرف يمين شمال اروح، ممكن تدخل فيه عادي. شو هذا؟ اسلوب مخيف. يلا حسام ثاني شوطه. يلا تخيل حالك ايتاتشي. كسر عرضتي، كسرها، كسر العرض يا اخوان. مش حسام اللي شاد اصبعه الكبير ولا شاد؟ على فكره يبدو حسام مش بس تغير جسديا، تغير مهاريا. فاجأني والله، شكلي حاكل. هاي انت في الحركه دي. اوكي حسام طول حسام. حسام العبار من تونس. حسام العبار الدم تونسي العقل فلسطيني. ليتس جو من غزه. حسام خلاص انا قررت الاعتزال. شكرا شكرا لكل مناضلي. حافل حسام والله. هذا حقك يا حسام ان تعتزل وانت في القمه. ليش ليش ليش؟ لانك سجلت في مرمى الحارس اللي لعيبه واساطير لعبوا معي ما سجلوا في مرماي. بتقدر تقول لاحفادك سجلت في مرمى محمد عدنان. حسام العبار مباريات دوليه صفر، مباريات محليه صفر، هدف واحد واعتزال. اعتزل. خلاص رجع له الكره ورا شويه. بلغ. صح صح خلاص انت بلغت، هنرجع لك الكره شوي. بلغ كرويا. حسام ما شيء بيرجع لي مكانتي الا الاستهزاء فيك في القادم. والله ما اني الا الجلوس على ركبي. هات ما عندك. هتجلس على ركبك؟ نعم. استهزاء ما فيش برجع لي مكانتي. ما في شيء برجع لك كرامتك الا انك تنسى. هات. اوكي ليتس جو. حسام جلس لك على ركبه. حسام بدي اخذ من عندك واحده. خلاص راح في تار بايت بيني وبينه. اوكي انا اصلا قررت اعتزل. خلاص تعطيني اياها. ما الذي جاء بعبد الله؟ ما الذي عاد به من جديد؟ حسيت حالي بايام الصحاب. التسديده القادمه لعبد الله ولا ايش عم يصير؟ ايش هذه مخطط الشباب؟ التسديده الاخيره لحسام راح ياخذها عبد الله بناهيه لانه ما سجل ولا جول وحاقد. نشوف شو اللي راح يصير. بسم الله الرحمن الرحيم ليتس جو. اضرب. ايش ايش ايه يا سلام. الله الله كره هنا. قال له يلا يلا حسام العب. اقسم بالله ما فاهم حاجه يا ابني. انت صفر. انت تعال تعال بص احنا بنروح لك في عصير. عصير هنا. بو 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 بو. قبل ما تبلش قبل ما تبلش ورجينا البايك كمان مره بس. لا اله الا الله البيك ما شاء الله. يضرب بالقدم اليسرى شيكابالا زملكاوي حارس مرمى. حراس مرمى دائما اقدامهم قويه وضاربه. احسب كل حساب لياسين. الرجل خايف منك. الرجل خايف منك ومن لونك. انا خايف منك. انا ببص في المرايه بخاف مني. ياسين ياسين.
بيفكر انه الموضوع ضربة مرمى. وفكر ضربة مرمى. جبت جون ازاي؟ انت بتسأل حسام؟ اه يا عم. ثلاثة وعشرين تسديدة وهدفين. ياسين آخر تسديدة خيبت الظن يا ياسين. ياسين ياسين طلعت عبارة عن بايسبس فقط. ما هي البايسبس. بايسبس بلا عقل. Let's go. أيوة ما. كم هامس؟ وفي ذلك فريقنا. دي بخمس سجوان. آه والله. للقادي طلع الأفق. للقادي طلع الأفق مع نفسه. الكرة كانت في زاوية الشيطان. كيف هذه الكرة كانت جدا مفصلية. هذا رقم 25. لو أنهيت النص باثنين في مرماي ضمنت الفوز. الآن الوضع صار أصعب في النصف الثاني. من حشوت الآن؟ روبرتو كارلوس. انا التكنيك بتاعي بيعتمد على القوه المفرطه. هي بقى تيجي في الجون جت هتخش ما جتش احسن. هنعمل ايه يعني؟ ايوه بقى منطقه جزاء اختيار زاويه 50-50. يلا عزام باقي لك ثلاث شوتات. كريستيانو الاولى روبرتو الثانيه اوكي. دخل واحده بنفوز يا عزام. صور بلاش يا عزام. اطعام 10 مساكين. مادو عزام في هاي اللعبه اهم شيء في انه ايش تسجل واحده. سجل واحده بتكون نصرت فريقك في سكوت جيم. ليتس جو. اخر تسديد لعزام. يلا عزام لو دخلت حتريح من بعدك كلياتنا. يلا ضعيف يا عزام. بصراحه انا كره القدم مش ملعبي. انا راح اتم التكنيك. كان دائما ينصرني في المدرسه بوز. حاجه واحده بس. ايش؟ كان خطيبتك بتتفرج عليك. الله اضرب بوز. عزنا الصاب اضرب بوز يا جماعه. عادي يا اخوان. الله سبحانه وتعالى يعطي ويأخذ. جعلوا افضل مخرج هنا في الدولة. جعلوا مخرج لبرامج مليونية المشاهدات في اليوتيوب. عالم كبير معروف على فكرة. عز الدين انتم ما بتعرفوا على فكرة يا جماعة. قوي جدا لسه امام الكاميرا. ولكن الله بياخذ وبيعطي ما اعطى. ظبط معاه الوحدة بس. ابشر الاولى الاولى. نذكركم بالسكور قبل ما يبدا احمد بالضرب. 35 تسديدة وأربع أهداف. محمود راح تخلصها أنت؟ من أول شوط. مش هغلبك. مش هنعرف بعض من سنة 2002. من 2002 نعرف بعض. بعيد عن الكاميرات والشاشات واليوتيوب وما إلى ذلك. ترضاها علي؟ واحدة مش هغلبك. عشان ترتاح. عاد بدك تروح أنا عارف. فلتكن الخامسة. بالمناسبة يا جماعة محمود لاعب صالات محترف وفي نفس الوقت يمتلك أكاديميات للنشأ لتطوير النشأ في عالم كرة القدم. لاعب كبير وقوي جدا. فلسطيني جبار. الكل عم بينتظر يحتفل. الكل مجهز حاله يقفز. فطور مجاني. أولو لو 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 لو. محمود حتشوته برجلك ولا بلحيتك؟ دي شوطة ودي صدى صراحة. شوطة بطي ونقاشي ماسو. شوطة ونقاشي ماسو. بسام تشد الآن تسديدة مخلب النمر. اقسم بالله العظيم مكيتني حتى لو ما دخلتش انا متكلم. يقلدوا كمان. خامسة حتسجلها؟ هذا ما اخشى. يلا جاهزوا للاحتفال. يلا. شباب جهزوا للاحتفال. Tonight we dine in hell. This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die.
تسديداتك بالمناسبة كانت الأقوى على الإطلاق، مرعبة. أذيتني أكثر واحد، أذيتني، أذيت أجزائي من جسدي. الآن يا شباب أملكم بسارية. أبو تيم اضرب بعزمك يا سارية، قل لزوج أختك أبو سفيان، قل لحموك أبو يزيد، قل لأخت إيش هذا يا سارية. يا عم هو هنا هو. التقاطها والسيطرة عليها مستحيل، فأعتمد أسلوب بوفون الإبعاد. عزام شو بتعمل؟ عزام عزام شو بتعمل؟ عزام هل دفنت شيئاً؟ هاي كذبة الغافر في تحدي معلومات. كل أنواع السحر الأسود سويته. ساري يا ضايع التسديدتين. 43 تسديدة وأربع أهداف الشباك. آخر تسديدة لساري، إيش اللي حيصير؟ إيش اللي حيصير؟ ضاعت. طيب شباب بما إنه عجزنا في 45 تسديدة نسجل خمسة، باقي واحدة فقط، وباقي خمس شوتات. اللي حيصير الآن كالتالي: خمسة منا راح يتقدموا ليجابهم محمد، أفضل خمسة كل من يدعي إنه هو قوي في التسديد، خمسة يتقدموا كل واحد حيشوت شوتة عشان نسجل واحدة في الآخر إن شاء الله. عبد الله أبو نهي يتقدم، مين أيضا؟ محمود الأبطح تقدم، مين أيضا؟ مين أيضا؟ عزام تقدم، سام تقدم، وأحمد يتقدم. عندنا خمسة الآن: حسام العبار، أحمد جودت، عزام، محمود، وعبد الله. راح يسددوا خمس تسديدات على محمد. الآن التحدي راح لليفل أعلى بكثير. صفوة الصفوة، نخبة النخبة سيقوم بالتسديد. علي أن أصمد خمس مرات فأفوز بهذا التحدي. الله يسترنا من فوق سابع سماء. ليتس جو. عزام عوض، العمر 36 عام، المهنة ممثل. إيش الممثل؟ سوداني الجنسية، يتحدث المصرية بطلاقة. يضرب الآن. عزام ضاين. جودة لو ضيعت حكي لأختي. ها هات يا أحمد. كمية المتابعين والمشاهدين والدنيا والشهرة والنجومية. من الداري؟ حسام مرة أخرى. ما شاء الله. تسعة واربعين تسديدة باربع اهداف، يعني صمتوا وجئتوا على الاخير الخمسين لتسجلوها. لا تحلموا يا شباب، سجلها يا محمود. الكفطور جبار، المكان اللي بتختاروا انتوا. حرام عليك، جعان جعان. انت ايه انت؟ افضل حارس مرمى في تاريخ البشريه منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام. الله يعيب يا شباب، فاز علينا. 50 تسديده واربع اهداف، الحمد لله. ولكن يا شباب الاربعه اللي سجلوا في مرماي مبروك عليهم، هذول اول اربعه بيسجلوا في مرماي عبر التاريخ. اول اربعه بيسجلوا في مرماي من 31 عام، تستحقوا كؤوس. يستحق صراحه. الا تعلموا السر يا اخوان؟ الا تعلموا السر؟ السر باختصار شديد. انتوا شايفين من انا لابس على ظهري وعلى صدري؟ زين الدين زيدان، استمدت القوه منه. طيب يا شباب استمتعنا بالتحدي وانبسطنا جميعا، هارد لك الكم، مبروك لي، ولكن راح تنبسطوا اليوم. الان راح ننطلق بالتمرين يا اخوان. الان راح نتقسم لفريقين وراح نلعب مباراه جباره جنون عظمتها، والكاميرا راح تكون شاهده على كل شيء، وبعديها سنقيم بعض عبر تطبيق الانتفاعي. انطلقنا. ابدا. هطلب ياسين. اطلب اثنين. محمود و واحمد. اوف نطت الاخير. عز الدين. الان يا جماعه راح تشوفوا ياسين في المرمى. عبد الواحد السيد. ايش دخل؟ ايش دخل؟ حتشوفوا الان حارس مصري عملاق في الشباك. مين؟ مين قدوتك من حراس مرمى المصريين؟ مصريين عصام الحضري. عصام الحضري؟ في جيلي لما انا كنت بلعب كوره. بس عصام اهلاوي والزمالكاوي، لعب عندكم فترة. لعب عندكم فترة. نعم. تحبه؟ أكيد. وهو حاليا مدرب حراس المرمى في المنتخب المصري. أنت حلفت وأقسمت إنه الفطار نعم علينا. نعم. أنت عليك الفطار. علي الفطار. أنت عايزنا كلنا فطار. نعم صحيح. فوز المباراة دي أيوه الفطار عليا انا بتاع الناس دي كلها. والله قويه. عارف ليه؟ عشان انت لما هو اختارني انت قلت له انت اخترت عزام بناء على شكله، عزام ضعيف. صحيح حصل والله. احنا هنفوز ولو انت فزت الفطار عليا انا بتاع الناس دي كلها. قبلت التحدي يا عزام؟ والله
عايزك تقطع على الباكات فاهمني، ما تديلوش فرصه حتى لو معوش الكره اقطع عليه فاهم، اتغابة. انا عايزك بص اهم حاجه ان انت تنزل الخصم ما يبقاش فاهم انت عايز ايه، ولا انت تبقى فاهم انت عايز ايه. فهمت حاجه؟ لا توكلنا على الله. يلا بينا. تعال يا عصام. وات ذا هيل شباب لعبتنا اخلاق يا اخوان، احنا القدوه هون، الملايين بتتابعنا. عز عملت الفاول، امسك المرمى بسرعه. مع عزام كسرني اول بسرعه، امسك مرمى. حكم شايف شيء يا حكم؟ نطلع عندي ها. ايش بدك انت؟ مش معانك يلعن الاحتفال اللي عملتوه يا شباب، مونديال 98 والله 23 سنه عمره. الله عليك يا ياسين، كيف بيدخل عليك الجول في الاخر؟ تعبنا، دخل عليك انت، انت هتستعبط. مش انا اتلجيت وقفت عشان عقابا ليك. انت المدير، ليش قلت لي اوقف؟ ايه يا عم انا تعبت يا عم، كتر الجري. الدفاع عندنا بنلعب صفر دفاع، خططنا اربعه هجوم بس. انت مدير معصره، مدير معصره ده. طيب يا شباب، الان بعد ما خلصنا التمرين كل اسماءنا باتت في لسته واحده داخل التطبيق. اللي حنعمله كلنا حنقيم بعض، كل واحد يدخل التطبيق، كل واحد معاه تليفونه يا شباب، جاهزين للتقييم. كونوا منصفين يا شباب، انصفوا بعض. عزام الاضافه اللي يطلع. خذوا يا محمد، حطوا في بالكم ترى في نجم المباراه حيطلع في الاخر حسب التقييمات. التطبيق حيحكي لنا من نجم المباراه. كردي كردي كردي، التقييم مش اخلاقي، تقييم على مستوى الملعب لو سمحت. مو شكل؟ لا عزام مركز على بقيم الشباب من قلب رب. طيب انا بالنسبه لي ظهر عندي نجم المباراه، ما بعرف ظهر عندكم كذلك؟ ظهر عندي نجم المباراه رسميا. هل في فرصه كشافين يشوفوه؟ طبعا. نادي ويست هام يونايتد، نعم نادي ويست هام يونايتد الانجليزي اللي عامل موسم خرافي في الدوري الانجليزي، اللي اقصى السيتي في اخر مباراه من كاس الرابطه، سيطالع كل التقييمات. على فكره المنتخب السعودي عم بيطلع تقييمات بس في السعوديه كمان. المنتخب السعودي طيب كويس. حسب تقييمات الشباب ظهر عندنا نجم التمرين رسميا، مولد العام 1990، الطول 1.92 سم، يلعب. بو 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 الضارب محمود الأبطح. محمود الأبطح يا العملاق الضخم الكلوتال تايتل. قضيت يوم جميل مع اصدقائي يا جماعه بالتعاون مع تطبيق جرينتافاي. انتوا لاعبين ولاعبين ومتجمعين ومتجمعين في مكان ما ولاعبين، فلتكن لعبتكم عن طريق تطبيق جرينتافاي. استمتعوا، اجمعوا بعض في لسته واحده، قيموا بعض وتوجوا النجم، والشاطر فيكم فرصته كبيره ليتم التعاقد معه مع واحد من اكبر الانديه الاوروبيه. بذكركم رابط تطبيق جرينتافاي وتحميله موجود في الوصف وفي اول تعليق. وهلا حنرجع للاستوديو يا جماعه عشان احكي لكم مين هو الفائز في شهر اكتوبر. عدنا اليكم يا جماعه. انهلكت، تعبت، مت، توفيت، رسميا توفيت. ايه وين رايح؟ وين رايح هذا؟ ايه ايش هذا؟ ايش هذا؟ ضعيفة جدا الارقام، ضعيفة جدا الارقام. بس 1000 يا جماعة ايش في؟ وين جيش محمد عدنان العنيف؟ وين جبروت قوة 2.5 مليون مشترك؟ شباب تطبيق جرينتافاي مبسوطين يا جماعة على هاي الارقام، بس انا مش مبسوط. ايش اللي 1000 تحميل فيديو فقط؟ انا عارف ان احنا طالبين فيديوهات مهارات كرة قدم والمهاريين مش كثار، بس برضو احنا المفروض انه اقوى من هيك. هذه ال1000 رقم يفخر بها ناس اخرين، مش احنا وفريق محمد عدنان وجبابرة الجبل الاسود. بدي اشوف يا جماعة ايش اقوى، بدي فريق يسهر الليالي، يواصل الليل بالنهار حتى نشوف فيديوهات. يا جماعة يتمنوا النوم وهم بيراجعوا الكمية الهائلة من الفيديوهات. والآن حان الوقت لنعلن عن أسماء الخمس فائزين لشهر أكتوبر مع تطبيق جرينتافاي في عالم مهارات كرة القدم. في المركز الخامس الموهبة السعودية سهيل سامر. في المركز الرابع الصدمة الكبرى بنت رسميا من الجزائر هديل يحيى. في المركز الثالث من الحبيبة فلسطين محمد عبد الرحمن. في المركز الثاني كان ممكن يكون في المركز الأول، ولكن بصراحة صاحب المركز الأول قوي يعني
جبار. المركز الثاني خالد فيصل من السعودية. أما المركز الأول وفاز يا جماعة لسببين اثنين، إنه بيلعب بكرة التنس وصغر سنه. الحارث المصطفى من السويد، هناك من الدول الإسكندنافية من عند إبراهيموفيتش. يا عفو الله يا جبروتك يا الحارث، ألف مبروك عليك الحارث الآيفون 13. ولأصحاب المراكز من الثاني حتى الخامس كرة مقدمة من جرينتا 5. وبالمناسبة تجارب الأداء لنادي ويست هام يونايتد فتحت يا جماعة، فبادروا بالتسجيل. كل ذلك عبر تطبيق جرينتا 5، ورابط تحميل تطبيق جرينتا 5 في وصف الفيديو وفي أول تعليق. أتمنى يا جماعة تكونوا استمتعتوا في هذا الفيديو الاستثنائي المختلف تماما. لايك واشتراك، أراكم على خير، سلام عليكم. محمد طلع كفو وفطرنا في كل الأحوال، والله كفو عليه. صفر صفر. وعد الحردين يا إخوان. جماعة.